وملاحظة عفوا بسيطة قبل قليل ذكرت أنه السيد مدير المرور العام المحترم هذا طبعا حصري لحضراتكم لهذا البرنامج أنه كان في السابق مثل ما تعرف أنه محدد يوم الأربعاء لمقابلات السيد مدير المرور العام المحترم. الآن صدر يعني توجيه من السيد مدير المرور العام أنه يوم الثلاثاء إن شاء الله يعني من الأسابيع القادمة كل يوم ثلاثاء الساعة 8:30 صباحا السيد مدير المرور العام المحترم اللواء طارق الربيعي يكون متواجد لمقابلة المواطنين، كل من عنده شكوى، كل من عنده مقترح، كل إنسان يحس نفسه أنه انظلم في مواقع المرور أو من جراء عمل المرور، فأبوابنا مفتوحة عن طريق قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة يوم الثلاثاء من كل أسبوع. جيد، يعني الثلاثاء والأربعاء لو فقط الثلاثاء؟ لا فقط الثلاثاء، صار بدل الأربعاء بقية الأيام من الأحد إلى الخميس أبوابنا مفتوحة. جيد، لكن لا كمقابلة المواطنين، لا. فقط الثلاثاء كمقابلات المواطنين مع السيد المدير العام يوم الثلاثاء.